والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ولا يحلو حديثنا وحفلنا إلا بأجمل قراءة للمولد والجلوات من خادم أهل البيت المنشد محمد سعيد مرهون الكراني، فاستقبلوه بأحر الصلوات على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحفل البهيج ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبتين العظيمتين، ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يحلو المديح لسيد الأكوان، وغدا كشهد يشتهي لساني، والشعر يزدان المحافل باسمه، فهو الجمال لحلة الأوزان. هذا رسول الله رحمة ربنا، ولقد براها الله للإنسان، وبيوم مولده الشريف تزينت دنيا الوجود بثوبها الفتان. إنا عشقنا المصطفى وصفاته، مرحى لقلب العاشق الولهاني. الله بدواي طبيبي ما عرفها اليوم، بدواي ونحلني الهم وعلتي ما برت، جيتك يا الطبيب اليوم بدواي دواي المصطفى وآله ووصي صلوات. والله وطيبة بالفاحة عطورة وطيبة، وذكرى للألم يشفي شي يسوي، وطيبة مروة ومنى فرحانة وطيبة، ومكة تكحلت من نور ضي صلوات.
والله عيدين عيدين صحت يا ليالي المضيت عيدين ويا شيبات بفرح اليوم عيدين الشيعة اليوم عدهم صار عيدين ولادة جعفري وجده سوية صلوات وصلي وصلني بطيف العشق ضي نورك وصلي كتب لي هدايتي وحدد وصل لي يا من ردت الظفر سلم وصلي على الهادي النبي وآله سويا علينا علينا عشقنا والفرح واجب علينا طيور بالهوى العالي علينا المحب من ينذكر اسمه علينا يصلي على النبي وسيد البرية صلوات ثانية يرحمكم الله ثالثة بأعلى الأصوات تساعدوني بالجواب إن شاء الله وما راح أطيل عليكم إنها البشرى لكل العالمين بالسماوات معا والأراضين إنها البشرى لكل العالمين بالسماوات معا والأراضي طلع البدر التمام وبه زال الظلام طلع البدر التمام وبه طلع البدر التمام وبه قمر 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 النجوم تباركت ظلت تشع من نوره من إله الكون طه على الفلك تأثيره على الفلك تشنها من طلت نبينا بمولده مسرورة تبعث الحب والتهاني وهي بأحسن صورة وهي بأحسن صورة فرحة بالكون عمت يوم ميلاد الهدى من تهالي للبرايا وصل الكون الصدى فرحة بالكون عمت يوم ميلاد الهدى من تهالي للبرايا وصل الكون الصدام كلها الأملاك باليوم السعيد تبدي الأفراح فالميلاد عيد كلها الأملاك باليوم السعيد تبدي الأفراح فالميلاد عيد مولد خير الأنام وبه زال هلا هلا مولد خير الأنام وبه قمر قمر
قمر قمر قمر قمر رحمة من الله على الدنيا محمد رحمة نور ضوى بالعلم وين حسر جهل الظلمة وين حسر جهل إيه قبل وش كانت وبعده اش صار حال الأمة حطم بعدل الجهالة وبالفكر والحكمة وبالفكر هو بلون ولا تولعوا الزاها ودون رجوع وسنة الألطاف من شمس الهدى عند السطوع هو بلون ولا تولعوا الزاها ودون رجوع وسنة الألطاف من شمس الهدى عند السطوع وتجلت منه ألطاف الإله واهتدى العالم من هدي هدى وتجلت منه ألطاف الإله واهتدى العالم من هدي هدى لا يوفيه المقام وبه إيه لا يوفيه المقام وبه إيه بعد بعد لا يوفيه الظلام وبه قمر 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 هذا خير الناس عند الله مقام عالي جاه ما ينقاس بالأول ولا بالتالي بالأول ولا باب للباري ونور للموالي لالي باسم أبدين ما يردك والله وهو الغالي هو باب الله بالدنيا لكشف الكروبات وهو بالمحشار للمسلم عنوان النجاة هو باب الله بالدنيا لكشف الكروبات وهو بالمحشار للمسلم عنوان النجاة شافع الأمة في اليوم العظيم وهو حصن مانع دون الجحيم شافع الأمة في اليوم العظيم وهو حصن مانع دون الجحيم هو برد وسلام وبه إيه هو برد وسلام وبه قمر 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 اليوم في مولد الهادي بالفرح نتشارك كل من يهني الثاني عليك عيد مبارك وبرسول الله الفرصة بمولدين تبارك لا تخلي الزعل يبقى ويا أخوك وجارك ابدأ الصلحة وهذه شيم الحر الأبي خيركم من بدأ الصلحة كما قالا ابدأ الصلحة وهذه شيم الحر الأبي خيركم من بدأ الصلحة كما قال النبي فتيمم نحو خير المرسلين إنه القدوة والحق المبين
فتيمم نحو خير المرسلين، إنه القدوة والحق. وابدأ اليوم السلام وبه، هلا هلا، وابدأ اليوم السلام وبه. قمر 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 قمر، مولد الصادق الأعظم وابن ذاك الصديق، هذا أساس للديانة وابن باسمه ناطق، وابن باسمه نهل من علمه ونهجه وبالشريعة حذيق، للبشر أدى الرسالة والنهج مطابق، والنهج أحمديون من الرحمن خير الأمم، صادقيون موالون بنفس القيم، أحمديون من الرحمن خير الأمم، صادقيون موالون بنفس القيم، مولد للشرع والذكر الحكيم، مولد للمذهب الحق القويم، إنه عالي المقام وبه، هلا هلا، إنه عالي المقام وبه. قمر 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 قمر، صلوا على محمد وآل محمد. طقت بعد ما ظل صبور صدر العشق ملهوف، لتلوم قلبي لو رسم اسم النبي بالشوف، وصاير دليلي كعبته وحول شعوري طوف. ها خوتي ها سمعني، ها خوتي ها، وبكعبة اسمه حجينا، وبكعبة اسمه هنا، وبكعبة اسمه هنا، وبكعبة اسمه هنا، وبكعبة اسمه. يا من تريد بمنهجك نهج العدل يظهر، ورايد شفاعة حيدر وتشرب من الكوثر، لا تعوف نهج الراسمة بين الأمم. منو جعفر؟ ها خوتي ها سمعني، ها خوتي ها، ومن هاج الجنة يودينا، ومن هاج الجنة هنا، من هاج الجنة هنا، من هاج الجنة هنا، من هاج الجنة. اي برسول الله وحفيدا نحتفل هاليوم، ونزف اجمل تهاني للولي معصوم، ابن بضعة نبينا وناصري المظلوم. سمعني، ها خوتي ها ما اسمعها، للمهدي نبارك والينا، للمهدي نبارك هنا، للمهدي نبارك هنا، للمهدي نبارك هنا، للمهدي نبارك. اي فرح وعياد بالدنيا ومواليد قصاد
يقراها الناس وأناشيد شعير بنواعة تقراه الرواديد. ها خوتها سمعني ها خوتها للهادي تبارك ميلاد للهادي تبارك دل الهادي تبارك دل الهادي تبارك دل الهادي تبارك. اي للصادق فرحنا بليلة الميلاد يا ربي علينا بكل فرح ينعاد يجي يوم بضريحة يكرم الوفاد. ها خوتها سمعني ها خوتها هم نبني المرقد ونزور هم نبني المرقد رهم نبني المرقد رهم نبني المرقد رهم نبني المرقد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. صل على محمد وآل محمد. يروى أن آمنة بنت وهب لما دخلت في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله لها وليس فيها أثر ولا وجع وليس هناك ما يدل على الولادة وكانت تحدث بذلك نفسها ولم يعلم بها أحد منها من قومها وكانت منفردة بدارها إذ سمعت ضخة عظيمة ففزعت من ذلك وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحيه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف وهي حامل بالنبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال تفوح منهن روائح المسك الأذفر والند والعنبر وقد تقمصن بأطهار من العبقري الأحمر وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض وقالوا لها اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين فشربت منه آمنة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قالت آمنة لما شربته أضاء من وجهي نور ساطع فجعلت أقول من أين دخلن علي هؤلاء النسوة وكنت قد أغلقت الباب على نفسي وجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهن ثم قلن لي يا آمنة أبشري بسيد الأولين والآخرين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت آمنة ثم قلنا هذا محمد مصباح الأرضين ثم إن النسوة قمنا وخرجنا عني وإذا بثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض وقائل يقول خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين فإنه رسول رب
للعالمين. قالت آمنة فداخلني من الجزع والهلع وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسبيحها وتقديسها وأطيار مختلفة الألوان، حمر المناقير وأرياشا مختلفة، وهذا ولم يكن في البيت إلا أنا وحدي. فبينما أنا أقول في نفسي أنا نائمة أم يقظة، إذ بلغ نور ساطع أضاء لكل أهل السماء والأرض حتى شق البيت وسمعت تسبيح الملائكة. قالت آمنة فبينما أنا متعجبة من ذلك إذ وضعت بولدي محمد أفضل الصلاة. نشكر المنشد محمد سعيد مرهون الكراني على ما أتحفنا به من مديح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.